أعرني عينيك. أنت الشاعر سفيه اللسان؟ تملكني الغضب. من كان يعلم أن الكلمات قد تعرضك للخطر؟ إن جرح كبرياء رجل قوي من أخطر الأمور. دلني على الطريق وسأحميك من سخطه. العوائق أمامنا والدمار في إثرنا. سيمهد إيماننا الطريق لنا مع بعض المجهود البدني بالتأكيد. مهلا، إنه المسار خالٍ. ذلك قريبي هناك، إنه يكتم أمر وجودي، لكنني أخشى أن يلقى حتفه لذلك. سأخلصه من ذلك التعارض. المرتزقة سيقضون علي بكل تأكيد. خلي بكلمة معك. ها؟ دعنا لا نتراخى. سأهرسك أيها العنكبوت. على رجلك. اسكت. أستاذ حسابة ديرسة. ها؟ لا حيلة لي في هذا. لن تستطيع التعرف على ما تبقى مني عندما أفرغ. وحده. ماذا ذهب؟ تنتظرني أمور أهم. مهلا. سوف أطعمك كحالا. مهلا. ماذا؟ مدينة السلام. ماذا؟ لقد زال الخطر الآن. مدينتك الحبيبة. يفترض بك أن ترافقني. أترى أولئك المرتزقة الترك؟ أرسلوا لمطاردتي بالتأكيد. لا يبدون كتلاميذ شاعر بكل تأكيد. سأتولى أمرهم. ابتعد عني.
أظنك تتنفس. تعال من هنا. لم أعد مستعداً. ماذا؟ ركز، مجرد خدعة. إن الله سيلقاني بعض الأصدقاء هنا. بارك الله فيك، سأكتب قصيدة مديح لك. الشعر يطيب لأذني كالموسيقى، لاسيما حين يكون عني. إذن لابد أن تنال موسيقاك الخاصة وتخلد بسالتك في الذاكرة طويلاً بعدما يفنى كل منا من هذه الحياة الدنيا. تتنال ما تستحقه أيها الحرس. عار عليك أيها الشرير. أيها الحرس، أطلب الشرطة. عار عليك يا شرير. يا حرس، اتركوه. أطلب ستتولى الشرطة. الشرطة أمرك قريبا. فدية أقوياء ومقاتلون، لكن بلا فائدة. أنا لن نسيء الظن. أطلقوا الحصان، اقتلوا الحراس، أنا مجرم هنا. العالم القاسي. أرني الطريق أمامك. هذا هو المكان المنشور. كيف تجرؤ على إظهار وجهك؟ استدعوا الشرطة. المجرم الذي يبحثون عنه، بسرعة. ماذا ذا؟ سأخرس فمك.
المساجين المتحررين قد يتكفلون بأمره من أجلي. لا تثر غضبي أيها الكلب. يا لهم ركز يا باسم. لتأكلك الديدان. حان وقت الرحيل. مهلا انظروا، انه هو ايها الحرس، انه هنا، انه المجرم الذي يبحثون عنه. Thank you.
لست معتوها. إنه المجرم. أيها الحرس تعالوا إلى هنا. استدعوا العسس. إنه المجرم الذي يبحثون عنه. بسرعة. ما كل ذلك إذن؟ احرص على وجود الشراب الوافر للضيوف. انتزعت المفتاح. أحصل الآن على مكافأة. علي حضور المزيد من الحفلات حقا. ستصير. تباهي يا باسم. بل خصي مرعوب بالأحرى. سأقطع رأسك أيها المجرم. يكون رجلا غنيا لوثه العالم القاسي. مهلا، انه استدعوا الحراس. لا تدعوه يهرب. عمل مبتكر وخطير، الا انهم لم يفقدوا
وثلاثة رجال. إنه رسم. معتوهاً، إنه المجرم. أيها الحرس، عمل رائع، لكن لا يتسع وقتي للإعجاب الفارغ. سنحتاج يبحثون عنه بالحركة. سأنال منك أيها ها هو مكان التسليم، أثق أن الشخص المناسب سيعثر عليها. أحتاج إلى عينيك يا صديقي. عثرت على هدفي. ثمة فرد من الثعابين قريب. ماذا ترى يا إنكيدو؟ Huh?
هذا هو المكان المنشود. أجل أنت. على رسلك. انزف أيها الوقت. هل حان دوري؟ لا. شيطان ستحترق. الفوق كفا. رأسك جميل حين يوضع على رمح. كفا. هيا. تجهم تنتظرك حياة بأكملها، حياة من العذاب، لكنها حياة رغم ذلك. ختام جيد، انتهى الأمر. أجل، هل ترى؟ أليس هذا جميلا؟ أنا أراك.